What is the direction of magnetic force on moving positive charge due to the magnetic field؟ عندنا magnetic field نتيجة magnet اللي بتخرج من النورث وبتروح للساوث زي كده. معنى كده اتجاه الماجنتيك فيلد عند الشحنة الموجبة بالمنظر ده رايح يسار، والسرعة لفوق. يبقى معنى كده هطبق الرايت هاند رول، صوابعي مع السرعة اروح في اتجاه الماجنتيك فيلد اللي هو يسار اهو، يبقى ده مع السرعة والشحنة موجبة، يبقى الابهام هيشاور على الفورس من غير ما اغيرها. لو كان نيجاتيف تشارج اغير، لكن طالما بوزيتيف صوابعي مع السرعه اروح في اتجاه الماجنتيك فيلد، الابهام يشاور على الفورس، يبقى فورس اف از اوت اوف بيج.